من 7 ل 10 على 10 7h10 إيماد فلا راديو على شدة دابا غادي نمشيو لواحد المكالمه اللي دازت بين رحمه عيطت لخوك قلت ليه انا بغيت نتزوج وغنمشي نعيش في طاليان. اخوك عندكم انتما عندكم واحد العلاقه شويه خاصه انا وخوتي بجوج عندنا علاقه خاصه بزاف فريمون انتما اخوت والله لا بصح حنا خوت بزاف وباسكو انا اختهم الكبيره وعزيزه عليهم بزاف. نشوفوا كيفاش الاخ ديال رحمه اللي سميتو امين 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 كيفاش غادي يرياجي لهذه المكالمه هذه. الو الو امين الو اختي صباح الخير. صباح الخير صافا صافا الحمد لله توا صافا اش كدير؟ والو في القرايه وصافي. بغيت نهضر معك واحد الموضوع. ماذا هناك؟ خرج من جالس وقف عليك حتى واحد؟ لا ما كاين حتى واحد. ها انت شوف سمعني اخويا مزيان شنو ولكن حلف ليا ما تقول حتى حاجه لبابا وماما. لا ما نقول حتى حاجه اخويا. حلف والله لا صافي. شوف دابا انا راه تلاقيت واحد السيد في طاليان ياك هو خدام تما ومحيط دابا انا غادي نتزوج وغادي نهرب لتما باسكو عارف راك عارف انت بابا كي كيدير لنا مع القرايه والخدمه يقول لي تسمحي في مستقبلك وانا قريتك وهذا باش تمشي ليا لطاليا وكاين انا دابا صافي قررت في هذا الشهر هذا دابا بديت كنجمع اوراقيا باش غادي نجوجو في راشار ونمشي. واش تتفلاي عليا ولا من يدك ولا شنو هادشي؟ ها؟ واش تتفلاي؟ لا بصح واش انا كنتفلا معيطك باش نهضر معاك بوحدك ما خصكش تكون في الدار تقول لي كتفلاي. لا تتفلاي عليا يمكن. لا خويا ما كنتفلاش. علاش ديري واش انت حماقيتي ولا؟ علاش؟ هكا وبغيتني نمشي نعيش حياتي اخويا. اش غادي تخدي هادك سير الله يهديك. لا امين اسمعني دابا لا غنهضر انا وياك ما يكونش عندنا نقاش. لا ما سمعكش هادي ماشي هضره. كيفاش هادي ماشي هضره؟ ماشي هضره. علاش؟ كيفاش نتزوج واحد في الطاليان ونمشي تجمع ورقية هذا سميتو الحماق؟ واسمع دابا انا بغيت نهضر معاك بحال انت خويا الصغير لحقاش ماني معاه من نهضر ولكن منين دخلتي لي في الحماق انا بغيت غير نعلمك. اش تعلميني سير الله يهديك انت راك حماقيتي وحق الله انا صافي تلقاو لك السلوكه في الراس. علاش؟ والله ما كاين من هذا الشيء باغا تتحمق يمكن با امي ما خصهاش تحمقهم هكاك. علاش؟ هادشي تقولي هذا الشيء اللي تقولي هو الحماق. علاش؟ ديها في خدمتك وديها في باك انت مازال ما درتش حاجه في حياتك وقالت تقولي فهاد الهضره الله يهديك. واش ندير مستقبلي تما؟ ما كاينش هذا المستقبل تما. انا لقيت السيد خدام تما مزيان كلشي واخا يخدم ماشي تما مزيان الله يجعل لكم تيشد مليار في الشهر. انا حياتي هذه ماشي انت اللي غتحكم ليا فيها. ايوا انا اللي غتحكم لك فيها انا اللي خوك. ايوا باش غادي باش السيمانه الجايه نكون شاده الطياره هذيك الساعه نشوفوا كي ديروا تشدوني. دابا تشدي ان شاء الله. هادي شديتيها وجهها وجهك. دابا انت ما فهمتش دابا انت شنو دابا؟ لا سالينا ما نعاودش نهضر معاك هذا الموضوع ونمشي نقولها لهم. لا ما غاديش تقولها له. والله تقولها لهم انت شدي الطياره كاع دابا. انا نمشي نقولها لهم. اويلي واش بغيتي تشلل؟ شللي؟ لا لحقاش دابا انا علاش ما بغيتش نقولها بغيت تا نمشي عاد انا. لا واش حماقيتي ناري جبتي لي الضحكه وجبتي لي الكيا وكلشي بقى وحدها. علاش؟ لان سميتو الحماقه شنو تديري؟ اشوف غادي نتهلا فيك. ما تهلا فيا ما تهلا فيك عطينا غير الراحه بقاي حدانا. انا اصلا خويا ماشي حداكم نتوما في مكناس وانا هنا. ايوا لا هذه ماشي هضره اختي ما تتقالش هاد الهضره. سيري قدي شي شويه هاد الافكار اللي عندك في الراس. لا ما عندي ما نقاد انا صافي قراري خديت ورقيه جمعتهم بقى لي والو بقى لي غير العدول غادي نسني معاه الورقه باش يخرجوا لي هذا وغادي نمشي صافي. دابا كلشي دار راه هادي 3 شهور وانا كنقاد هادشي وما قدرت نقول حتى لواحد داكشي باش كنتو كتشوفوني مخربقه هاد الايام. والله الا فتاتيني والله الا مرتيني هذه هي سميتها الهضره ديال الحماق باش بحال هكا كنتي كتجي تشلي ليا وقيتي هما غادي تشللوا راه مشيتي هذه الهضره سميتها الهبال ناري تنترعدها بوحدي وحق الله. ودابا خويا دابا جيتي انت خويا الصغير ماشي هذه ماشي هضره دابا بلا ما تخوت ما نهضرش معاك هذه ماشي هضره سالينا الهضره ومشي نقول دابا لبابا انا نعيط لها. اويلي والله تنقولها امين ويلي ما كرهتش بابا والله تجي الجلطه والله تيوقف عليك كل الجن. انت راك حمقى واش هذه هضره واش من نيتك تهضري ولا تتفلي عليا؟ صافي دابا انا خديت القرار ديالي. لا واش من نيتك تهضري ولا تتفلي؟ من نيتي امين واش صاحبي زعما ما تعصبنيش امين؟ عافاك لا ما ناري والله الا جبتي لي الخلعه في راسي انا ذاتي ما فهمتكش واش انت ناري يا اختي ناري والله ما هضره هذه تتقال ماشي هضره. ودابا ماشي هضره دابا صافي القرار تخدا وصوبت ورقيه وكلشي دابا ما فهمتش انت شنو المشكل. انا راه ما غنتراجعش على القرار ديالي باش نقول لك. لا طب علاش كتبكي؟ ماشي هضره هادي مسكين. علاش كتبكي تبكيني معاك؟ والله ما هضره ولكن امي خويا غادي يجي واحد النهار وغادي نتزوج غادي نمشي بعيده. ايوا ماشي هكا مسكين. وانت دابا بكيتي لي حتى انا كاع كانت احلى. صافي سيري عاود فكر مزيان في هادشي وصافي يلاه ما تبكي يلاه صافي يلاه سكت صافي يلاه سلام مسكين.
والله تعشومك كنت تخيل هو كون قال لها هاد الهضره كون قالت ليه سير والله يسهل عليك وشوف لك شي شارفه دير لك الوراق انا بقيت وكتخيل بعد شفت مساكن العائله ظريفين كتلاقى مع شي عائلات اخرين اذا ما الراجل يقول لها واتي شنيا الطانيه عاودي عاودي تالي شي 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 بوراشن شي مريضه هادشي شنو ولا والله الا زعما شوف تهلا يفخوك شوفوا خوتي بجوج وحق الله راهما حياتي كلشي نعطيه له كنا النهار اللي غتزوج يا رحمه فوق يمشي يعيش معكم ناري 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 باغي يمشي يعيش معكم ونعيشوا معايا والله نعيشوا معايا خويا مسكين عرفتي راه وهذا خويا هذا حنين بزاف ماشي راه الحنه ديالو بزاف شحال حنين داكشي باش انا عرفت انه نقول له غنمشي شي بلاصه شي حاجه غادي اتزعزع ما كون كان شي اخ اخر ودي لي الطاليان جيب لي سبرديله في الاول كان في الاول كان قاصح معاك فهمتيني لا لا والله حتى نقول له شو 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 والله ما قلت له والله تبات جوج والله سكين ليلى ترافات ما تنساش تابونا في لاباج فيسبوك تويتر انستغرام و يوتيوب وتبعنا سوغ سناب شات من 7 ل 10 على شدة